أمين عفوي مخرج مسرح ومؤلف ملحمة ما الوفاء إلى الإنسان في إطار ذكرى الاحتفالات أسرة المجمع الشريف في صباط أخرين بذكرى 14 العيد عرش المجيد. ملحمة ما الوفاء إلى مالك وهي عبارة عن ملحمة كتحتفل بجميع مناسبة عيد عرش من طنجة إلى القويرة في إطار واحد الحكاية ديال واحد الأخ من الإخوان أقاربنا الصحراوية كيحتفل بعيد ميلاد البنت ديالو اللي عمرها 14 عام اللي تخلقات ليه واللي تخلقت ليه نهار عيد العرش نهار اعتلاء صاحب الجلالة عيد العرش المجيد. ارتأى عنا أن تكون هذه الاحتفالات ديالو وشارك جميع الأقاليم المغربية من طنجة إلى القويرة بدخول شماليين الأمازيغي عن طريق لغة أمازيغية. حاولنا أننا نوحد بين جميع الأقاليم بالتقاليد ديالها باللغات ديالها في إطار واحد عمل متواضع. كنتمنى أنه يكون رقم لاستحسان الجمهور وبهذه المناسبة هذه كنتمنى وكنتمنى للأسرة سيدنا صاحب الجلالة مناسبة عيد عرش المجيد كامل الهناء والصحة والرفاهية. وهذه المناسبة كذلك نقدم الشكر لأسرة مجمع الشريف صباط من خلال الصحة الاجتماعية ومجمع الشريف صباط موقع خريف قاف صفة عامة وكنخص بالذكر الأخ سي نجام سعيد نجام أخ بشعيب طيب كذلك أخ محسن مشكرون وكذلك أخ ميسي وخوان اللي واكب معانا طيلة العملية ابتداء من التدريب اللي كانت في دار الشباب التدريب النهائية اللي كانت هنا في قاعة أفراح. كذلك نقدم الشكر للطاقم التقني والفني اللي دير ملحمة ماء الوفاء إلى المالك اللي الحمد لله كانوا عند حسن الظن وكنشكر كذلك الصحافة اللي ديما كتواكب معانا التدهورات وخص بالذكر جريدة خريف قاف 24 وسي شمس على سي شمس كما وتبارك الله عليكم وشكرا وسلام عليكم. Bye.
تحصيل القدرات في نفس سياسة المحاولة وهذا هي سادة ده سياسة سيدنا الله ينصره هذا الشيء كامل مبقاش المغرب في الدول النامية بل أصبح يسير في مسار دول متقدمة جميع دول العالم ولو يحسبوا لنا الحساب بصح الخطاب ديال السياسي ديال سيدنا الله ينصره هو من خيانة حرواش المراجعة الدستورية خطاب 9 مارس 2011 واللي صوت عليه الشعب تم استكمال دولة الحق والمؤسسات وتحقق الحرية شاملة كان صلبها استقلالية القضاء وسيدنا الله ينصر هذه 14 سنة أحرص على تحقيق المساواة ومساعدة أشخاص مسرحية شوقي غني معكم على الخشبة كل من أشرف أميمة نبي نزهة أنا البوتي رزار